مرحبا، صباح الخير. اليوم يا كيجي سنأخذ الحركات القصيرة والأصوات القصيرة للحروف. الحركات القصيرة يا كيجي هي الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون. الفتحة، كسرة، ضمة، سكون. الفتحة كيجي كما هو واضح أمامنا هي توضع أعلى الحرف، أعلى الحرف. ماذا تفعل الفتحة؟ الفتحة عندما توضع أعلى الحرف نفتح فمنا عند النطق بالحرف. عندما توضع الفتحة فوق الحرف إذن فيجب أن نفتح فمنا عند النطق بالحرف. هذا هو حرف الواو. واو فتحة، ماذا نفعل عندما نرى الفتحة؟ نفتح فمنا عند النطق بالحرف. إذن واو فتحة، وا وا. صوت قصير، وا وا وا. هذا هو حرف الذال. ذال فتحة، الذال هنا يجب إخراج اللسان عند النطق بالذال. ذال فتحة، ذا ذا ذا. إذن الفتحة عندما توضع أعلى الحرف هي شرطة أعلى الحرف. عندما توضع أعلى الحرف فيجب أن نفتح فمنا عند النطق بالحرف. حرف الراء عندما توضع فوقه الفتحة ينطق را را را. هذا هو حرف النون. نون فتحة، نعم، نا نا نا. هذا هو حرف الحاء. حاء فتحة، ما صوت الحاء فتحة؟ حاء، أحسنتم، حاء حاء. إذن الفتحة هي حركة قصيرة توضع أعلى الحرف، وعندما توضع أعلى الحرف يجب علينا أن نفتح فمنا عند النطق بهذا الحرف. هذا هو حرف الألف وفوقه فتحة. ألف فتحة، آ آ آ. هذا هو حرف العين. عين فتحة، ما صوت العين فتحة؟ عا عا. أحسنتم. من يريد أن يشارك معي؟ مرحبا مرحبا. رونزا، ما هذا الحرف؟ دال دال. أحسنتي. عندما توضع الفتحة أعلى حرف الدال ماذا يصبح صوت حرف الدال؟ عندما توضع الفتحة أعلى الحرف دال نفتح فمنا. ممتازة، مرة أخرى. دال باء. أحسنتي، شكرا لك. ما هذا الحرف يا مايا؟ سين سين. ما هذه الحركة القصيرة التي توجد أعلى حرف السين؟ فتحة أحسنتي. ما صوت السين فتحة؟ ساي ساي. تاء. أحسنتي، ممتازة، شكرا لك. ما اسم هذا الحرف يا مرحبا. مايا؟ ميم ميم. أحسنتي. ما اسم هذا الحرف؟ ميم ميم. ميم ما هذه الحركة التي توجد فوق حرف الميم؟ ميم. أحسنتي، ما هذه الحركة؟ أحسنتي. فتحة ما صوت الميم فتحة؟ فتحة أحسنتي. ما صوت الميم فتحة؟ ما 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 ما. رددي ما معي، ما. ما أحسنتي، ما شكرا يا مريم. مرحبا، ما اسم هذا الحرف؟ لين لام. أحسنتي. وما اسم هذا الحركة، هذه الحركة؟ فتحة أحسنتي. ما صوت اللام فتحة؟ لين. لا. أحسنتي، ممتازة، شكرا. مرحبا. ما اسم هذا الحرف؟ فاء. أحسنت. وما اسم هذه الحركة؟ فتحة أحسنت، فاء فتحة. ما صوت الفاء فتحة؟ لكن حرف الفاء فتحة صوته فا. أجيوس.
ما اسم هذا الحرف؟ باء باء. وما اسم هذه الحركة؟ فتحة أحسنت. ما صوت الباء فتحة؟ باء أحسنت، ممتاز، شكرا. إذا الفتحة عندما توضع أعلى الحرف ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أن ننطق الحرف والفم مفتوح، نفتح فمنا عند النطق بالحرف. نفتح فمنا عند النطق بالحرف. أين توضع الفتحة؟ أعلى الحرف. أين توضع الفتحة كيجي؟ أعلى الحرف. ننتقل إلى الحركة الثانية، هي حركة الكسرة. الكسرة، أين توضع الكسرة؟ توضع الكسرة أسفل الحرف. أين توضع الكسرة كيجي؟ أسفل الحرف. ماذا تفعل الكسرة؟ عندما توضع أسفل الحرف يجب أن يكون الفم للأسفل، مثلا مثل حرف الواو، واو كسرة وي، الفم للأسفل، وي وي وي. حرف الراء كسرة، الفم للأسفل، ري ري ري. طيب حرف النون كسرة، أحسنتم، ني ني ني، فمنا يكون للأسفل، الفم يكون للأسفل. حرف الحاء كسرة، حي، أحسنتم، حي حي. إذن الكسرة توضع أسفل الحرف، وعندما توضع أسفل الحرف ماذا نفعل؟ فمنا يكون للأسفل، ننطق الحرف وفمنا يكون للأسفل. حرف ألف كسرة، صوته إي إي إي. ترنتي، ما هذا الحرف؟ أحسنتي، وما هذه الحركة؟ كسرة أين توضع الكسرة، أعلى ولا أسفل؟ أسفل أحسنتي. ما صوت الفاء كسرة؟ في ممتازة، أحسنتي. فمي مفتوح أم فمي للأسفل؟ أسفل أحسنتي، شكرا. تيم الله يوسف، ما هذا الحرف يا تيم؟ جيم ممتاز، وما هذه الحركة؟ كسرة أحسنت. صوت الجيم كسرة، ما هو صوت جيم الجيم كسرة؟ مرة أخرى. جي أحسنت، جي، ممتاز، شكرا. مرحبا، ما هذا الحرف يا جولينا؟ فين شين. ما هذه الحركة؟ كسرة أحسنتي، شين كسرة، ماذا يكون صوت الشين كسرة؟ مرة أخرى. شي شي، أحسنتي، شكرا. يا أحمد، ما هذا الحرف؟ لا لام. ليه وما هذه الحركة؟ كسرة إذا ما هو صوت اللام كسرة؟ ليه ممتاز. أين توضع الكسرة يا أحمد، أعلى أم أسفل؟ أس أحسنت، شكرا. ما هذا الحرف يا مروان؟ عين عين، ممتاز. وما هذه الحركة؟ حركة كسرة أحسنت. ما هو صوت العين كسرة؟ غي مرة أخرى. غي غي عي، أحسنت يا مروان، ممتاز، شكرا. إذا الكسرة توضع في الأسفل، وعندما توضع الكسرة أسفل الحرف فمنا يكون للأسفل عندما ننطق الحرف. ننتقل بعد هذا إلى الضمة. الضمة يا أصدقائي توضع أعلى الحرف، توضع مثل الفتحة أعلى الحرف، وعندما توضع على الحرف نضم فمنا عند النطق بالحرف. نضم فمنا عند النطق بالحرف. مثل حرف الألف، عندما توضع فوقه الفتحة صوته يصبح أو. نضم فمنا عند النطق بالحرف، أو.
او مثلا حرف الباء، باء ضمه نضم فمنا، احسنتم، بو بو. لا يصح ان نقول او لان او حرف الالف، لكن هذا الحرف حرف الباء، فحرف الباء ضمه بو بو. مثلا حرف الحاء، حاء ضمه، ما صوت الحاء ضمه؟ حو حو. اذا عندما توضع الضمه اعلى الحرف نضم فمنا عند النطق بالحرف، عندما توضع الضمه اعلى الحرف نضم فمنا عند النطق بالحرف. امامنا هنا حرف النون، نون ضمه، ماذا يصبح صوتها؟ نو، احسنتم، نون ضمه، نو، نضم فمنا عند النطق بالحرف. اين توضع الضمه؟ اعلى الحرف، احسنتم. ما هي الحركه التي توضع اسفل الحرف؟ متذكرين؟ كسره، احسنتم. اذا الفتحه والضمه الاثنين يوضعوا اعلى الحرف، نضعهم اعلى الحرف، لكن الكسره اسفل الحرف. سارة، ما هذا الحرف؟ قاف قاف، أحسنتي. وما هذه الحركة؟ فتحة أم ضمة؟ ضمة ضمة، أحسنتي. إذا قاف ضمة، ما صوتها؟ ممتازة، أحسنتي، شكرا. ما اسم هذا الحرف يا سارة؟ جيم جيم. وما اسم هذه الحركة؟ او الحركة ما اسمها، فتحة أم ضمة أم كسرة؟ ضمة إذا جيم ضمة، ما صوتها؟ او مرة أخرى؟ جو جو جو، أحسنتي، شكرا. ما هذا الحرف يا أجيوس؟ حي حاء وليس حاء، حاء، حي أحسنت، حاء ضمة، ما صوتها؟ هو، أحسنت، شكرا. ما هذا الحرف؟ واو واو. وما هذه الحركة؟ او هذه الحركة ما اسمها، فتحة أم ضمة أم كسرة؟ دم ضمة. ما صوت الواو ضمة؟ او او و، أحسنت، شكرا. إذا يا كيجي، الضمة توضع أعلى الحرف، عندما تأتي أعلى الحرف نضم فمنا عند النطق بالحرف، نضم فمنا عند النطق بالحرف. مرحبا مرحبا. ما هذا الصوت يا سارة؟ را راء كسرة، ما صوتها؟ ري 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 أحسنت، ممتازة، شكرا. ديانا، ما هذا الصوت يا ديانا؟ الكسرة فمنا للأسفل عند النطق بالحرف، إذا عين كسرة، ماذا؟ عي، أحسنتي، شكرا. ما هذا الصوت يا ترينتي؟ هذا هو حرف النون، ولكن صوته يعتمد على الحركة الموجودة عليه، فتحة أو كسرة أو ضمة. إذا هو حرف النون، اسمه نون، ولكن صوته يتعلق بالحركة الموجودة عليه. إذا نون كسرة صوتها ماذا؟ هاي ترنتي، ني ني، أحسنتي، شكرا. إذا يا كيجي، يوجد فرق بين اسم الحرف وصوت الحرف. اسم الحرف مثلا، هذا الحرف اسمه لام، ولكن صوته يعتمد على الحركة الموجودة عليه، لام كسرة لي، إذا صوته لي وليس لام. لام هو اسم الحرف. ما صوت هذا الحرف؟ مرة أخرى؟ مو، أحسنت، شكرا. ما اسم هذا الحرف؟ اسم الحرف، اسم الحرف زي زي زي. رددي معي، زي. زي ما صوت الزاي فتحة؟
زي 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 مروان. مروان، ما هذا الحرف؟ ما اسم هذا الحرف؟ طا طاء. أحسنت. ما صوت الطاء هنا؟ دو دو لا مش تو، الطاء مفخمة، تو. تو تو تو، أحسنت. تو هو صوت الطاء، لكن تو الطاء مفخمة. مرحبا. مرحبا. ما هذا الصوت يا أحمد؟ د د. شكرا يا أحمد. ما اسم هذا الصوت يا سارة؟ بص 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 طق 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 طاء. طق طاء، أحسنتي. طاء. طاء، مرحبا. ما صوت هذا الحرف يا رنزة؟ فا تاء، أحسنتي، ممتازة. ميرا. ميرا، ما صوت هذا الحرف؟ ما صوت هذا الحرف؟ نو نو، أحسنتي، ممتازة، شكرا. مرحبا. مرحبا. ما هذه الصورة يا مايا؟ ما اسمها؟ دب دب. ما هو الحرف الذي تبدأ به كلمة دب؟ ذيل أحسنتي. ماذا يوجد على حرف الدال؟ فتحة أم ضمة أم ضمة أم كسرة؟ ضمة ضمة، أحسنتي، شكرا. ما هذه الصورة؟ ستارة ستارة. بماذا تبدأ كلمة ستارة؟ سين سين، أحسنت. فتحة أم ضمة أم كسرة؟ مرة أخرى. فاصل كسرة، أحسنت، شكرا. أجيوس، ما هذه الصورة؟ حصان حصان، أحسنت. بماذا تبدأ كلمة حصان؟ حاء حاء وليس حاء. حاء، ردد معي يا أجيوس. حاء. هاي حاء حصان. حاء حصان، فتحة أم ضمة أم كسرة؟ كسر. ممتاز يا أجيوس، شكرا. مرحبا. مرحبا. ما اسم هذا الشيء يا جولينا؟ عش عش، ممتازة. بماذا تبدأ كلمة عش؟ عين عين. ماذا، فتحة أم ضمة أم كسرة؟ ضمة. أحسنتي، أحسنتي، ممتازة، شكرا. مرحبا. مرحبا. ما هذا الشكل يا ميرا؟ عش عش هذا الشكل، هذه الصورة. قمر قمر. بماذا تبدأ كلمة قمر؟ بقاف قاف، أحسنتي. فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فتح. أحسنتي، ممتازة، شكرا. مرحبا. مرحبا. ما هذه الصورة يا سارة؟ تفاح بماذا تبدأ؟ تاء فتحة أم كسرة أم ضمة؟ ضمة أحسنتي، شكرا. ما هذا الشكل يا أحمد؟ ما هذه الصورة؟ فيل فيل، أحسنت. بماذا يبدأ كلمة فيل؟ كسرة كسرة، أحسنت، شكرا. طبعا. مرحبا. ما هذه الصورة يا رنزة؟ برتقال برتقال، أحسنت. باء فتحة أم ضمة أم كسرة؟ انضمة ممتازة، شكرا. رف. جف رف. رف بماذا تبدأ كلمة رف؟ وفتحة أحسنتي، شكرا. ما هذه الصورة؟ مفتاح مفتاح وليس مفتاح. 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 بماذا تبدأ كلمة مفتاح؟ فتحة أم ضمة أم كسرة؟ كسرة. أحسنتي، شكرا. إذا يا كيجي، اليوم تعرفنا على الحركات القصيرة: الفتحة، الضمة، الكسرة. الفتحة توضع أعلى الحرف، عندما توضع أعلى الحرف
نفتح فمنا عند النطق بالحرف، والكسرة توضع أسفل الحرف. عندما توضع أسفل الحرف فمنا يكون للأسفل عند النطق بالحرف، والضمة توضع أعلى الحرف. وعندما توضع أعلى الحرف نضم فمنا عند النطق بالحرف. أتمنى أن تكونوا استفدتم اليوم. انتهى درسنا، ألتقي معكم يوم الأربعاء بإذن الله. إلى اللقاء.